السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جديد من أسئلة الليد جي ايه. If a building has already earned lead building then and construction. السيرتيفايتات اللي خدها دي. What additional certification could the building earn in the future؟ ايه الحاجة التانية اللي ممكن نقدم عليها وناخدها؟ هل lead core and shell ولا lead interior ولا lead for nether board development ولا lead operation management existing building. طيب لو احنا استثنينا الكورنت شيل تمام، لان ده يعني لما اقدم على النيو كونستراكشن لما كورنت شيل ده جزء من مبنى، بقول له ان انا هركز على الحاجات الاساسيه في المبنى ومش هدخل جوه المباني. انا دلوقتي خدت المبنى كله فده هستثنيه تمام. طيب الانتريور ممكن اخد الانتريور تمام. النذر بورد لا مش موجود للمباني، مفيش مبنى بياخد نذر بورد، ده الموجود للحي نفسه. يبقى انا هيتبقى لي الانتريور، ممكن اخد ليد خاص بالانتريور وممكن اخد ليد خاص بالاوبريشن بتاع المبنى، بتشغيل المبنى.